تزامنا مع ذكرى قمع الربيع الأمازيغي من طرف نظام العسكر، طلب ناشطون في الحركة الأمازيغية من النظام القائم وقف وإسقاط التوظيف السياسي لمختلف أبعاد القضية الأمازيغية، وعدم ربطها بالحسابات والمساومات المصلحية والظرفية. وقد أشار المحامي والحقوقي مقران أيت العربي منشط الحركة الأمازيغية أن كل ما استجابت له السلطة كان ظرفيا يهدف فقط لتمرير فترات حرجة، ومن ثم فإن اعترافاته جاءت مجرد اعترافات شكلية. ويشير الحقوقي أيت العربي أن تدريس الأمازيغية لم يحقق أهدافه، كما أن التأليف لم ينطلق بعد، وأن رسمية اللغة لا نراها إلا في المادة 3 مكرر من الدستور كلغة وطنية وليست رسمية، كما أن الإدارة والقضاء لا يزالان يتجاهلان هذه اللغة في الممارسات اليومية. هذا ويرى المحامي أيت العربي أن المطلب الملح في الوقت الحالي هو دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، مثل ما حدث في المغرب عند تعديل دستورها، ومثل ما حدث في ليبيا بعد الثورة التي عرفتها، مؤكدا على عدم وجود مانع من أن تعترف كل الدول المغاربية بالأمازيغية كلغة رسمية وتعمل على تعليمها ونشرها وترقيتها إلى جانب اللغة العربية. كما أكد على أن المطالب ينبغي أن تتم بالوسائل السلمية وعن طريق حوار شامل، وذلك للوصول إلى اتحاد مغاربي حقيقي يخدم الحريات العامة. للتذكير، فإن قمع القوات النظامية حصدت في مثل هذه الأيام من سنتي 1980 و2001 أرواح العديد من شباب منطقة القبائل، وذلك بعد قمع عنيف منقطع النظير وتحت تعتيم من وسائل الإعلام النظامية. يجدر الذكر أيضا أن الدستور الجزائري الحالي يعترف باللغة الأمازيغية دون ترسيمها. أرى أن المطالب الثقافية الأمازيغية تحقق بعضها، وأن السلطة استجابت إلى حد ما فيما يتعلق بتعليم هذه اللغة وبالاعتراف بها كلغة وطنية عند تعديل الدستور في المادة الثالثة مكرر، ولكن ما استجابت له السلطة لا يرقى إلى التضحيات الكبرى التي قدمها مناضل هذه الحركة خلال عشرات السنين، وخاصة ما حدث فيما يسمى بالربيع الأسود سنة 2001. والمطالب مستمرة، والمطلوب اليوم من السلطة عند مراجعة الدستور خاصة أن تعترف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية جنب اللغة العربية، وأن تعمل من أجل تعليمها وتطويرها و نشرها، ولا سيما بعدما رأينا أن المغرب جعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية، نفس الشيء بالنسبة لليبيا. من ثم يمكن أن تصبح اللغة الأمازيغية بجانب اللغة العربية على المستوى المغاربي خدمة للشعوب المغاربية، حتى لا يبقى الاتحاد المغاربي مجرد منتدى لرؤساء والملوك. وأقول بكلمة واحدة أن المطالب مستمرة ولا بد أن تتحقق. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، تضمن اليوم الذكرى 33 لما يعرف بالربيع الأمازيغي، وذكرى أيضا 12 لما عرف بالربيع الأسود. والحقيقة أن كلا الذكريتين تعود بنا إلى تاريخ الانتفاضة في منطقة عزيزة من هذه الجزائر الطيبة، منطقة القبائل، حينما انتفض السكان والشباب أساسا لتحقيق مطالب مشروعة وعلى رأسها المطالب اللغوية والثقافية. وكان رد فعل النظام رد همجي عنيف، خاصة في 2001 حينما أدى ورد الفعل هذا إلى مقتل ما يزيد عن 130 من الشباب المنطقة. واقع الأمر أننا ونحن نتذكر ذلك، نتذكر أيضا أن هذا النظام الغير المشروع الذي نتج عن انقلاب خاصة 1992 هو نظام أدى إلى تدمير الجزائر، إلى تدمير الوطن، إلى قتل عشرات الآلاف من الجزائريين، إلى دمار، مس كل شيء، مس الثقافة، مس اللغة، مس المجتمع، مس الشعب، مس الروح،
مس العقل في هذا في هذه البلاد. ونحن نتذكر أيضا نقول أن وإن اعترف النظام باللغة الأمازيغية كلغة وطنية منذ حوالي 10 سنوات، إلا أنه على الأرض في واقع الأمر لم يتحقق أي شيء لتطوير وتوسيع استخدام هذه اللغة، خاصة في المناطق الناطقة بها، وإنما تستخدم اليوم من هذه الجماعة الحاكمة وأيضا من جماعات أخرى لأسباب بعيدة كل البعد عن الأبعاد الحقيقية لها، وهي الأبعاد الثقافية واللغوية، استخدامات سياسوية كما يقال من وأيضا استخدامات من طرف بعض الجماعات الشديدة التطرف والتنطع، ربما أضرت بها أكثر من أي شيء آخر. قناعتنا أن الثقافة واللغة الأمازيغية هي بعد أساسي ومركزي في الهوية الجزائرية إلى جانب العروبة والإسلام، وأن الشعب الجزائري كان ولا يزال وسيبقى شعبا واحدا وموحدا، وقناعتنا أن الاستبداد هو الذي يجعل من الاختلاف يجعله ويحوله إلى صدام، إلى صراع، إلى تنازع، إلى تقاتل حول هذه القضية أو تلك. قناعتنا أيضا أن قيام دولة القانون، دولة الحريات، مجتمع الرشاد الذي ندعو له، هذا المجتمع وهذه الدولة ستحول كل الاختلافات إلى إغناء، إلى إثراء، إلى تنوع إيجابي، وليس إلى تصادم وصدام. قناعتنا أن الجزائر اليوم أسيرة، كل الجزائر أسيرة، وأن الوطن يتعرض لمخاطر كبيرة، وأن الشعب يعاني معاناة كبيرة، وأن الناس تدفع ثمن غالي جدا لسياسات إجرامية لهذه العصابات الحاكمة. قناعتنا أيضا أننا عندما تقوم دولة الشعب، الدولة الحرة، فإن كثير من المشاكل ستحل طبيعيا، بل أكاد أقول أوتوماتيكيا، وما بقي منها سيحل بالتوافق وبالمبادئ الديمقراطية إن تعدل التوافق كما هو متعارف عليها عالميا. قناعتنا أننا كنا وسنبقى شعب أمازيغي عربي مسلم، وحده التاريخ ووحدته المحن ووحدته الصعوبات ووحدته الآلام، كما وحدته ثورة عظيمة هي ثورة 54. قناعتنا أن الجزائر اليوم كلها في خطر، وأن أولوية الأولويات هو إسقاط هذه العصابات وإنهائها، وقيام نظام حكم يحترم الجميع ويحترم مكونات هذا الوطن، ويدافع عن حقوق هذا الشعب، ويدافع عن حقوق هذه الدولة، وأن لا يجعلها تستهدف وتنتهك سيادتها وينتهك حقوقها وتنهب ثرواتها. قناعتنا أننا على أبواب تغيرات هائلة، وأن على الجزائريين، كل الجزائريين، أن يجتمعوا نحو كلمة واحدة، نحو موقف واحد، من أجل تغيير سلمي لهذه العصابات واستبدالها بما يرتضونه من حكام، وبما يرتضونه من قواعد وقوانين، وبما يرتضونه ويتعاونون عليه ويجتمعون عليه من مبادئ وأفكار وقناعات. قناعتنا أننا شعب واحد وسنبقى كذلك، وأننا دولة واحدة وسنبقى كذلك، شرط أن نواجه جميعا حكم النهب، حكم الفساد، حكم الإجرام بكلمة واحدة وبموقف واحد. ستبقى قضية اللغة الأمازيغية وقضية الثقافة الأمازيغية قضية كل الجزائريين الأحرار والأشراف، مثل ما هي قضية القضايا المركزية الأخرى لهذه البلد الطيبة. تحياتي لكم جميعاً.